السلام عليكم ومرحبا بالجميع. الوغ في لي كور ديال الماتيماتيك بالنسبه للثالثه اعدادي غادي نشوفوا المشكل ديال تيوريم دو طاليس، ابخي غنشوفوا ديال لا تريغونومتري، اي ابخي اوسي اون فا فوار لو غادي نشوفوا مقارنه فيتاغور. الوغ شي تلامد قالوا لي بالنسبه لتيوريم دو طاليس هي اللي كتجيهم صعيبه، باغ كونتخ الحساب المثلثي كيجيهم ساهل، انا كيبان لي العكس، طاليس هي اسهل وحده. الوغ دابا نشوفوا لا باز ديال هاد المبرهنه هادي. دونك غنعطيكم الاشكال اللي كنخدموا عليهم، يعني الاشكال ديال المثلثات اللي تنخدموا عليهم في هاد المبرهنه ديال طاليس، هذاك الشيء اون ديتاي. اي على فان نقول لكم لي زيتاب اللي خصكم تحترموهم باش تدقنوا هاد لا تيوغم هادي وتفهموها بشكل ممتاز. الوغ كاين المثلثات، ماشي مشكل انه يكون داك المثلث قائم الزاويه، ما كيهمناش. باغ كونتخ الاخرين ضروري خص يكون قائم الزاويه بالنسبه لمباراه فيتاغور والحساب المثلثي. الوغ بالنسبه لطاليس ماشي مشكل تكون قائم زوايا قائم باردون تكون الزاويه قائمه او لا. المهم كنخدموا على جوج مثلثات، الاول كيكون بهذا الشكل والثاني كيكون بهذا الشكل هذا، كملوا عليه. الوغ كاين هذا الشكل بحال هكا، هذا هو، وكاين هذا الشكل هذا، اما نخدموا على هذا ولا على هذا. دونك هادو هما اللي معروفين. بالنسبه لاباز اللي كنعتمدوا عليها كذلك، خاص هاد لاباز هادي تكون اون باراليل مع هاد لاباز ديال هاد المثلث هادو، هاد المثلث هذا، يعني كاين هنا دو تريانغل، المثلث الاول كيكون كبير والثاني صغير، هنا عندنا كذلك جوج، ها الاول هذا عندو الاضلاع كبيره وكيبان، وكاين واحد الوسط الداخل صغير، وعندنا هاد لي باز ديالهم تا هما اون باراليل. الوغ نشوفو هاد المثلث الاول، ابخي غندوزو لهذا ونشوفو كيفاش نقدرو نعالجو حتى هو. دونك هنا غنسميو الرؤوس ديال المثلث، كاين عندنا ا هي هادي، كنجيو هنا دابا كنبداو بالمثلث الاصغر، عندنا بي اللي هي هادي، هنا عندنا سي، فوالا. الوغ غنشوفو المثلث الكبير شحال فيه. عندنا هنايا ا بي سي دي، هنا غنديرو دي، وهنايا اطون هنايا دي، وهنايا غنسميو هاد الرأس هذا اولا هاد الزاوية غنسميوها او، فوالا. دونك غنشوفو لا فورميل ديال هاد المثلث هذا. الوغ كنكتبو ثلاثة ديال لي فراكسيون كيف ما كتشوفوا هما، كنبداو بالاضلاع الصغرى ثم مقسومه على الاضلاع الكبرى، يعني عندنا هنايا في الضلع هذا كامل كنبداو ب ا بي اللي هي هذه مقسومه على ا او، يعني الضلع الاصغر على الضلع الاكبر اللي هو هذا. في الضلع الاخر عندنا ا سي على ا دي، كما كتشوفوا ا سي على ا دي، نكتبوهم. اذا كتبنا ا بي على ا او، ها هي هي الاولى ا بي على ا او، و ا سي على ا دي اللي هي ا سي على ا دي. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا هاد الاضلاع المتوازيه، هاد بي سي على او دي، بي سي الضلع الصغير على الضلع الكبير، نكتبوه. احنا كتبنا بي سي على او دي، بي سي على او دي. ما كنبغيش نكتب الفيديو خدام باش ما نضيعش لكم الوقت. دونك دابا ندوزو للكالكول، كيف ما كتشوفوا لا فورميل دو باز هي هذه، خصكم تكونوا حافظينها وفاهمينها في نفس الوقت كيفاش كتكتب وكيفاش كنطبقوها. الوغ دابا ندوزو للتطبيق العددي، نديرو مثلا هما عطينا A B وعطينا A E وعطينا B C وعطربو منا نكالكولي E D. يلا نكتبوهم. إذا درنا واحد المثال
AB اللي كتساوي 6 سنتيم، AE كتساوي AE كتساوي 8 سنتيم، اي بي سي كتساوي 4 سنتيم. وجاو هنا وقالوا لنا كالكولي او دي اللي هي هذه، كالكولي او دي كي ندير انا كالكولي او دي. دونك هنا يبدا التطبيق وتبدا الخدمه. كنشوفوا شنو المعطيات اللي عندي. عندي ا بي ا او، كنجي لهنا كنقلب عليهم كتبان لي ا بي ا او، ها هما ندور عليهم اون كولور فيغ، لا كولور فيرت ولا بلو، ندور عليهم بحال هكا. ها هما هادو عندي، هما هادو. اش عندي اخر؟ بي سي اللي هي هي دي بي سي. دونك عندي هنا ندور عليها هذه كامله، ندور عليها بكولور بالماغون، ها هو بالماغون فوالا. نجي حتى لهذه ندور عليها حتى هي بالماغون. دونك ها هي بي سي. دابا شنو كيبقى ليا؟ او دي خصني نقلب عليها. كان عندي نقلب عليها غنخدمو في كنجيو لهنا كنديرو كنجيو كنديرو اون اون دو بوان نحطو هاد لا فراكسيون هادي كتساوي هاد لا فراكسيون هادي. يعني هادي ما عنديش المعطيات ديالها ما غاديش نستعملها، نحطوهم ونرجع. ها هما بجوج ا بي ا او بي سي او دي، ها هما كندير لهم بحال هكا. ابخيش كندير كنضرب ا بي في او دي و ا او في بي سي باش تخرج لنا هاد او دي بحال هاد الشكل هذا. نديروها بالفيغ. كنضرب ا بي في او دي وكذلك ا او في بي سي ولا بي سي في ا او. نشوفو كتجينا النتيجة. دونك جاتنا بحال هكا، ا بي في او دي تساوي بي سي في ا او. دابا غنخرج او دي، هيا نسطر عليها بالاصفر اللي كانت تبان لكم الاولى بالفيولي. ها هي اودي، حنا كنقلبوا على اودي. كندير هاد اودي، هادي غندير اودي كتساوي هاد بي سي في ا او مقسومة على هاد ا بي. دونك هادي خصكم تكونوا عارفينها، كتساوي بي سي فوا ا او مقسومة على ا بي. ها هي نكتبوها ونرجع. اذا هالعلاقة اللي خرجت ليا او دي كتساوي بي سي في ا او على ا بي. اذا شحال كتساوي؟ كذلك هنا يبدا التطبيق العددي. طون تطبيق العددي بي سي شحال كتساوي؟ كتساوي 4. ها هي مدى اخر عندنا ا او شحال كتساوي؟ ا او كتساوي 8، يعني 4 في 8. نجي لهنا ونكتب 4 مضروبة في 8، ها هي مقسومة على ا بي. ا بي شحال كتساوي؟ ا بي هي كتساوي 6. ا بي تساوي 6، هي مقسومة على 6. الوغ ماذا تساوي؟ كذلك تساوي أربعة في ثمانية هي 32.
مقسومة على ستة ستة. إذن ولجينا نحسبو استعملوا الكالكيلاتريس، 32 غير قابلة للقسمة على ستة، لهذا غنستعملو الكالكيلاتريس. 32 مقسومة على ستة تساوي 5.3، 5.3 دونك 5.3 سنتيم. وبالتالي الضلع او دي نشوف بالتالي نكتبو او دي تساوي 5، او نكتبو هنايا، هنا ما بقاش لي هنايا الاسباس باش نكتبها، نكتب او دي، نديرو اونفا ولا بالتالي ولا دونك، نديرو او دي ايغال كومبيان 5.3. فوالا ندورو ليها اون روج ولا نكادريوها احسن. فوالا ها لو ريزولتا 5.3، هذا هو الضلع اللي كنقلبو عليه او دي. فوالا دابا نشوفو لا دوزيام فيغور، المثلث الاخر. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل الثاني، ها هو عطيناه نفس الحروف اللي عندنا في الشكل الاول ا بي سي دي او اف. دونك الا بغينا نديرو ليه لا فورميل ديالو، نشدو كذلك اصغر ضلع على اكبر ضلع. عندنا كنشوفوا المستقيم، عندنا هنا مستقيم اللي كيمشي مباشره، هنا مستقيم كيمشي مباشره اللي هو هذا، وهذا هو بحال كيما درنا لهذا المثلث الاول او لا لا فيغور نيميرو 1. هذا اش غندير دابا بالنسبه لهاد لا دوزيام فيغور؟ عندنا ا بي هو اصغر ضلع على ا او، ا بي على ا او، نجيو هنا نلقاوها هي النيت، هي ا بي على ا او. اذا شفنا هنا عندنا بحال بحال ا بي على ا او اللي هي هذه، هي دابا ندوزو للضلع الاخر، عندنا ا سي على ا دي. دونك ا كتلعب بحال الوسيط، ديما كتجي هي كتكون حاضره ديما، ا سي ا دي، ها هي ا سي ا دي. كيبقى الاختلاف غير في الاحرف، الا بدلنا الحروف كيكون كتكون لا فورمين بدلها في الحروف، ولكن الشكل ديال لا فورمين تبقى هو هو. ندوزو الاضلوع او لي باز اللي كتكون متوازيه، عندنا بي سي اصغر ضلع على دي او اكبر ضلع، صغير على الكبير، بي سي على دي او، ها هي بي سي على دي او او لا او دي، كيف كيف. دونك هذا هو الدرس، هذا هو اون جينيرال، هذه هي لا باز ديال هذا الدرس، هذا ديال لا تيوريم دو طاليس. الوغ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، ان شاء الله نشوفوا الدرس الاخر اللي يجي من بعد. يلا الله يعاونكم.